يعاني النازحون الفلسطينيون في خان يونس من تراكم النفايات حول مخيماتهم المؤقتة. يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من تأثيرات سلبية للنفايات على مياه الشرب. مدينة خان يونس تعرضت إلى دمار كبير يفوق $200 مليون في شبكات البنية التحتية والصرف الصحي وحاويات النفايات وآليات النظافة، بالإضافة إلى شح الوقود الذي هو عصب الأساسي لتشغيل آليات النظافة وآليات الصرف الصحي، وهذا انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين في مدينة خان يونس بشكل عام. وهذه النفايات وتكدسها أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض، بالإضافة إلى وصول العصارة، عصارة اللي هي النفايات، إلى الخزان الجوفي الذي هو مصدر المياه الأساسي لسكان مدينة خان يونس وقطاع غزة بشكل عام، حيث أن هذه المكبات المؤقتة لم تصمم بشكل صحي وسليم لعزل ومنع وصول اللي هو العصارة إلى الخزان الجوفي أو الأكتوبر.